الكوتش بس من الطبقه المناصحه للمواسير بس، انما البريديشن بس من البودي كله. يعني البريديشن بس يحصل ازاي بقى من الغازات؟ ما انت عندك البودي ده غازات مش بودي سوليد. يعني عندي سوليد في النص عند ال 800000 ستوب، عندي غازات. وقلنا البريديشن بس الغازات في الاسلوب ده بيحصل من التراي اتوم جازز فما اعلى. بيحصل من الغازات اللي هي التراي اتوم فما اعلى. اللي هو سي او 2 بلاش 2 او سي او 2 سي او 2 كل التراي اتومز، كل ما زاد النسبه التراي اتومز في الكومباشن جاز بيحصل منها ريديشن اعلى بكتير. فالريديشن كل بس من التراي اتوم جاز بيحصل كل الويف لينس لدرجه الضوء المرئي كمان. فبالتالي بتلاقي الفليم مش متوهج، اه بس ليه لونه اخضر مزرق، الاخضر المزرق اللي هو زي لون النشر الجاز عندك في البيت يتولع كده بوتاجاز اللي هو شغال بالنشر الجاز. شوف شكل الفليم لو مش شايف الاحمر ولا الاصفر، ده تلاقيه مخضر كده او افضل من زرق يعني. فده لون الريديشن بتاع الغازات اللي خارجه منه، من اللي هو الريديشن بيحصل من دول بس، حتى منه الريديشن على الرينج بتاع الفيزابل لايت. فالفيزابل لايت انت بتشوفه بعينيك، فما بتشوفش بقى الحاجات السلمه، بتشوف الفيزابل لايت اللي خارج من الغازات دي اللي هو بيبقى زي ما قلت لك لونه افضل من زرق. لكن الحاجات اللي لو في بارتكلز بتبقى لونها بقى حسب الاحمر الابيض حسب التمبريتش، تلاقي الفيلم بقى لونه كده من هنا زي ما شايف كده. ده اكيد ده بقى ليكويد فيول مش غازيوس فيول. نتكلم على الكيلومتر سيكويشن بيتم ازاي، ده زي داخل البويلر او داخل الفابريشن سيكشن. فاحنا خدنا الجزء بتاع الدرام سيبريشن درام والجزء بتاع الداون كامر او الداون هيلر خدناهم بره وطلعناهم بره. ده السطح او ده الوول بتاع البويلر او السيم جنريتور، ده جوه البويلر ولا بره؟ سوري، ده بره الجنريتور، ده جوه. الداون كامر بيبقى بره عشان ما يبقاش متعرض للحراره، فالداون كامر دايما بيبقى بره. وعدد مواسير مش عدد مواسير الرايزر، لما اجمع مثلا كل 20 ماسوره مع بعض نزل قدام الماسوره. فلو كان عدد مواسير الرايزر في مثلا 2000 هتلاقي الداون كامر مثلا 40 ولا حاجه. مع الطول طبعا، ما الدراما طويله بتتفاعل بتاع الليمت مش هينفع تنزل موسوعه واحده، هتلاقي داون في داون هيدر اللي هو ماشي بعرض الايه؟ بعرض البويلر كله. رابط بقى بين الداون هيدر ده رابط مع سيبريشن درام فوق بالرايزر سيوبس وانت طالع والداون كامر وانت نازل. داون كامر طبعا ده مش موسوعه واحده، ده موسوعه على طول البويلر بس مش بنفس عدد الرايزر تيوبس. هتلاقي الرايزر تيوبس مثلا 3 بوصه ودي مثلا 10 بوصه. يبقى الريشيو مثلا 27، يبقى عدد المواسير على 27، يبقى 2000 على 27 هتطلع لها مثلا بتاع 30 40 مصير ولا حاجه وخلاص. فدي الدرام بطول البويلر بقى، يعني هو طول البويلر كده. فدي مش ماسوره واحده، دي ريبريزنتيشن الماسوره. حتى الفيد ووتر مش ماسوره واحده، ريبريزنتيشن الماسوره. فده سيكشن معين واخدينه من الدرام. في ماسوره نازله في طالعه وماسوره ده كمر نازل. فطبعا اكيد اللي جوه بيبقى تحت هنا اندر كولد ليكويد، لان الميه جايه لي اندر كولد تحت الساتوريشن من 20 ل 25 درجه مئويه، والليكويد هيرجع يحصل له سبريشن يرجع كده بيطلع ساتوريتد ليكويد. فلما يتخلط ده بده بالنسبه هيطلع اللي نازل هنا مثلا تحت الساتوريشن بثلاث اربع درجات بكتير. يعني تقدر تفرض له ساتوريتد ليكويد يعني وذ مارجن اوف ايرور. فاللي نازل هنا قريب من الساتوريشن بيطلع بقى يحصل له بارشال ايفابوريشن. قلنا الميكانيزم داخل الرايزر تيوب هو نيكويد بويل مش عايز تتحول يبقى فيلم بويلنج عشان الوسيط دي ما يحصلهاش ديفورميشن، بيحصلها اكسسيف اكسبانشن يعني. فيبقى دايما الميكانيزم النيكويد بويلنج بتبقى في بابلز من البيبر طالعه في البدايه. هنا بيبقى الليكويد في الاول خالص ما هوش ساتوريت، فاول بابل تطلع تلاقي البودي بتاع الليكويد لسه اندر كول ليكويد متكثفه تاني، بتنقل الانرجي بقى من الوول للليكويد لغايه ما الليكويد نفسه يسخن. ما مش كل الليكويد ملامس السطح، كل الليكويد ملامس السطح ولا الطبقه اللي قريبه من السطح؟ الطبقه اللي قريبه من السطح هي اللي بتستقبل هيت. طب الطبقه اللي في النص بتستقبل هيت منين؟ باي كوندكشن من الطبقه اللي بره ولا في بابل بتطلع تتكثف تاني تنقل الانرجي من السطح لجوه؟ ما ده اللي بيحصل. في بابل تطلع تلاقي البودي بتاع الليكويد كله لسه اندر كول فما تكثفها تاني، تنقل انرجي بقى من السطح للبودي، يسخن البودي مع الوقت لغايه ما يبقى كله ساتوريتد ليكويد. خلاص اي البابل تطلع تمشي على طول تدخل بقى خلاص البودي كله جزء للساتوريشن. لو في الاول خالص البابل بيحصل لها جنريشن بعد كده كوندنسيشن لغايه ما البودي كله بتاع الليكويد يتحول لساتوريتد ليكويد. خلاص اي بابل تطلع تاني تقدر تتغلب بقى على الفورس بتاع
سيركوليت الفيبر ويجي الليكويد يلف ويرجع تاني. ده سيركوليشن ميكانيزم. بعرف حاجه اسمها يبقى التوب دراي سكشن هنا عشان ما يحصلش فيلم بويلنج ماكسيموم 14%. يبقى التوب دراي سكشن عند التوب هنا في الرايزر 14%. يبقى مش كل الواحد كيلو جرام اللي معدي هنا هيطلع فيبر. هيطلع 14% فيبر و86% يلف فيلم تاني كليكويد. كساتيوريتد ليكويد يتخلط مع الماي اللي جاي من بره بنفس الماس فلوريت لو عملنا كنترول فوليوم كده. طيب الماي اللي جاي بس السيم الخارج. وينزل لي بقى ايه ال 1 كيلو جرام كله بس اندر كول تحت الساتوريشن من 4 ل 10 من 4 ل 10 ل 3 4 درجه. ازاي جت منين دي؟ بنقول بقى ان لو قلت الدوب دراينس سلكشن 14% يبقى ال 1 كيلو جرام بيلف هنا مقلوب دراينس سلكشن 1 على 14% اللي هو 7 وشويه. يبقى 7 وشويه كيلو جرام نازلين من هنا واحد منهم جاي من بره والباقي جاي من جوه. يبقى هيحصل ميكسنج من الاثنين بنسبه الصبع. يبقى الميه دي لما تبقى بعيد عن الساتوريشن ب 20 درجه خد الصبع يعني ركله شويه. طب 25 يبقى 3 درجات شويه. يبقى الميه تقدر كل 3 درجات شويه تحت الساتوريشن. تعدي كده لسه ما وصلش الساتوريشن. تسخن شويه يتكون يسخن السطح الاول الجزء اللي على السطح يتكون منها بابلز. تسيب السطح تلاقي البودي كله لسه ايه؟ اندر كول تبقى متكثفه تاني تفخذ الانرجي تاني بتاعتك لغايه ما كل البودي بتاع الليكويد يتحول لبقى ساتوريتد بقى تطلع فوق تكمل بقى فوق. السيركوليشن ده اللي بيتم طبعا الليكويد هنا اتقل من هنا كومبريس الليكويد هنا ايه؟ ويت فيبر. فلو البريشر واطي هتلاقي الفرق بين الدنس كبير فممكن الناتشرال درايفنج فورس البودي ليكويد يبتدي يخرج ويطلع لي ده بنفس الماس ريتر انا عايزه. فخلاص هنا السيركوليشن بقى ناتشرال. لو الدرايفنج فورس طبعا الليكويد عشان ينزل بيقابل ريزيستنس وعشان يخرج بيقابل ريزيستنس فبقى ريزيستنس من هنا لهنا اللي هو التوتال بتاع السيركوليشن لو اتغطى بالدرايفنج فريشر خلاص يبقى ده ناتشرال سيركوليتنج. لو الفريكشن بقى الفلوريت عالي والفريكشن اعلى من ناتشرال سيركوليتنج بريشر يبقى لازم لي بامب هنا يبقى اخد كل يبقى الهيدر ده بجمع الهيدر تاني قبل الهيدر ده في بامب بعد كده تبقى الهيدر ده الهيدر ده. يبقى في حاله اسمه ايه؟ فورس سيركوليشن. يبقى لازم اعمل سيركوليشن من عندي عشان الناتشرال سيركوليشن مش هيكفي السيركوليشن اللي عندي. ده اللي قلناه الموديل ده مؤتمر بيسوي من ناحيه الجنريشن في الموديل سي بس من دوت ريتيرن من ناحيه الميكسنج في الموديل ووتر بس من دوت ريتيرن. والسيركوليشن ريشيو يبقى بيساوي واحد على ميكس الى ميكس بار اللي واحد على الدراي سيركشن على الدوت دراي سيركشن. وقت الناتشرال دراي بريشر بيساوي لو داون كامر سلو مين في الرايزر في الجي في الاتش هيديني قيمه كذا بار 2 من 10 بار 3 من 10 بار اللوسز 4 من 10 بار يبقى ما ينفعش الناتشرال سيركوليشن. اللوسز 1 من 10 بار يبقى ينفع الناتشرال سيركوليشن. الرو مين في الرايزر تيوب ليه رو مين؟ لان اللي موجود تحت اندر كولد ليكويد واللي موجود فوق ويت فيبر فلازم اجيب الرو الافرج. فالرول الافرج اجيبها ازاي؟ هخلط الفيول ده كله تاني مع بعض يبقى اجيب رو اتش افرج اللي هو اتش توب زائد اتش بوتوم على الاثنين. بعد ما تجيب الاتش افرج تجيب الاكس افرج وتجيب الفي افرج ومقلوبه الرو افرج. يبقى بنعملها ازاي؟ بجيب اتش توب اللي هو تساوي اتش اف بلس اكس توب في اتش اف جي. اتش بوتوم هو اتش بتاع داون كامر اللي هو كول ديريكتور. تجمع الاثنين دول على اثنين يطلع لك اتش افريج. فين بقى في الارتفاع؟ في النص اعلى من النص تحت النص مش مهم، المهم عندك اتش افريج. اتش افريج بيساوي ايه؟ بيساوي اتش اف بلس اكس افريج في اتش اف جي. جبش اكس افريج تروح لا تروح تقول الفي افريج بيساوي الفي اف زائد الاكس افريج في اتش اف جي. رو مقلوب الفي افريج هو الرو افريج اللي هو موجود هنا اللي هو الرو داون كامر افريج. رو رايزر كيوب افريج او رو مين في الرايزر كيوب. نتكلم بعد كده على الستيم درام. اللي بيحصل داخل الستيم درام؟ الستيم درام ده مش اوبن سبيس يعني مش سبيس مفتوح كده وبس. لا السيباريشن بيحصل على ثلاث مراحل. بيحصل بثلاث طرق. في الدريسز القليله نتكلم مثلا لغايه 60 بار ولا حاجه اهو فلما يكون الريشيو بتاعت الرو اف على رو جي لغايه 24 25 استخدم ايه؟ الجرافيك سيباريشن.
الفرق الدنسي واضح بين الفيبر وبين الليكو. الليكو ينزل تحت والفيبر يطلع فوق، بس حاجه اسمها جرافيتي سيبريشن. مره معاملة اوبن سبيس كده الليكو نزل والليبر طلع فوق. لو ابتدي بقى البريشر يزيد وابتدي الفرق ده يقل، ما بقاش ينفع بقى الجرافيتي سيبريشن لوحده، لازم احط حاجه اسمها ميكانيكال سيبريشن. يعني خلي الجود فيبر يطلع كده ونازل تاني ويغير اتجاهه تاني. تغيير الاتجاه ده بيقلبه تقيل مش قادر يبقى اتجاهه مع الفيبر. فالليكو لو غصب عنه نازل تحت والليبر طالع فوق. وبعد كده بقى يبقى في بودي كمان في جرافيتي سيبريشن. لما بقى البريشر يزيد جامد بقى يبقى فوق ال 160 ما بقاش ينفع الاثنين دول، بحط حاجه اسمها سيكلون سيبريشن. اخلي الجود فيبر يبقى داخلني على سيكلون. خش على بودي فيه زي سويرل كده. فيحصل سويرل الليكو دي تيجي على الجنب ويحصل تحت. والفيبر يطلع فوق يروح رايح بعد كده على الدافلز وبعد كده على ايه؟ على الجرافيتي سيبريشن. فالثلاثه دول موجودين اهو في الرسمه. ده الجرافيتي سيبريشن بس دي الرايزر في السوبر ده الدم الكامر. هيطلع يلاقي الدافل ده كده فالليكو كل اللي جاي متجمع كده والفيبر متجمع كده يطلع في السيس ده الميكو دي ينزل والفيبر يطلع فوق لما يكون البريشر واطي. بعد كده عندي هنا سكرين تمنع اي ليكو يطلع فوق. يطلع تقريبا الفيبر ده ساتوريت فيبر تقريبا. طب لما البريشر بتدي يزيد شويه بخلي اللي يطلع بعد كده بيقابل لي دافل او طالع من هنا اهو بيلاقي دي مقفوله ويبتدي ينزل يبتدي بقى يحصل حواري كده قبل ما يطلع فوق في البودي ده عشان اساعد ان الليكويد يتفصل من الفيبر. البريشر عالي جامد في داخل حاجه اسمها سيكلون سيبريتور. يطلع الليكويد على سيكلون سيبريتور يلف بعد كده يطلع على المافلز بعد كده يبدا خالص يقل سبيس ويطلع على هنا. يبقى عندي ثلاث انواع من السيبريشن، سيكلون سيبريتور في البريشرز العالي. قبليه في حاجه اسمها ميكانيكال سيبريتور في الميديم بريشر. قبليه في حاجه اسمها ايه؟ جرافيك سيبريشن في اللو بريشر. فالدرام دي مش فاضيه من جوه. الكلام ده كله على طول الدرام هنا عموديه على السبوره. يعني مش ينفع سيبريتور يعني كل مجموعه مثلا 10 من ريزنت تيوبس عليهم سيكلون سيبريتور واحد. فهتلاقي عندك بالنسبه لك في بقى مجموعه مجاميع كده على الطول ده وكل الكلام ده بقى على الطول ده على طول الدرام. فالدرام هنا مش فاضيه مش امبيد سبيس يعني مش فاضيه ده يعني فيها ميكانيكال سيبريشن وفيها سيكلون سيبريشن عشان افصل الليكويد عن البيوت. وادي قلت كمان الدراما هي بالنسبه لنا بتبقى بري ويلدد باجزاء يعني من المواسير عشان ما ينفعش اعمل ويلدنج للدراما. هو دكتور الميكانيزم ده كله لو كنا عملنا الدراما نفسها وحطينا الهيت دايركت على الدراما خدنا الاستيم على طول ايه لازمه الميكانيزم ده كله؟ ايه لازم الميكانيزم ده كله؟ لو ممكن ناخد الدرام ونحط ليه على طول ونفذ الاستيم. لو عملنا كده يبقى قلبناها حاجه اسمها فاير تيوب بوي وده مش فاير تيوب بوي ده ووتر تيوب بوي. ده ديزاين مختلف تماما عن الفاير تيوب. الفاير تيوب ده هو اللي هو بيحصل فيه ترانسفير داخل الدرام لكن دي سيباريشن درام بس مفيش ترانسفير. دي بتستخدم بقى في الفلوريس العاليه. لو عملنا كده هتاخد جزء كبير جدا من حجم الدرام عشان بس يبس ايه ده كله مش هيجي جوه. يعني لو عملنا الكلام اللي بتقوله ده كل المواسير هتدخل جوه كلها تدخل جوه الدرام دي. الدرام دي هو حجمها رهيب في الكباسيتي العاليه. يبقى قلبناه بقى اسمه ايه زي فاير تيوب بويلر في الديزاين. لا ده هنا مختلف تماما. في ناس اسمه ووتر تيوب بويلر. لو حطينا المواسير كلها داخل الدرام هتشغل كل الازاز ده. لو بعدين عايزين السبيس البخار يطلع منه بقى كبر حجم الدرام جامد. مش 4 متر بقى ده ممكن يوصل 30 متر ولا حاجه عشان تعمل الكلام ده. ومش هتلاقي السيرفس ايه خالص هتديك الترانسفير. لان المواسير دي كلها بره، المواسير دي كلها عموديه على السبوره كده بره. وعلى الاربع جدران بتاعت البويلر فهتسيب سيلة كبير جدا مش هينفع يخش جوه درام مفيش افيلبل سبيس للكلام ده. ده الموسوعه 16 متر هطبقها هنا ازاي بقى؟ هعملها كام باص هنا؟ طب الدرام ده 4 متر يبقى عامل الموسوعه دي كام باص؟ الموسوعه الواحده عاملها كام باص؟ 4 باص 5 باص؟ طب فين السبيس اللي ينفع الكلام ده؟ يبقى الديزاين مش ينفع فيه الكلام ده. مش ده الكلام ده خاص بالفاير تيوب بويلر بقى مش بالوتر تيوب بويلر. زي ما قلت يبقى في كل مواسير فيها مرحومه رقبه كده عشان ما اقدرش احنا الكلام ده اون سايت. يبقى الرقبه دي ليها بول بحيث اقدر الحم بره الحم مواسير تحت الرايز تيوب عندي بره. وده فعلا بيحصل في اون سايت بيعمل مواسير الحمى والحمى في الدرام في الداون درام وهكذا. نتكلم بعد كده النقطه الجديده تحت النار السوبر هيتر والريفر. انا زي ما قلت ما اقدرش اعمل سوبر هيتر للريفر جوه درام.
هتزود او جوه الايفابوريشن سيركل، هنزود معاد الهيت يزيد معاد الايفابوريشن، مش هيزيد، مش هيحصل سوبر هيت، عشان يحصل سوبر هيت لازم تفصل الديبر لوحده وتعمله سوبر هيت في مكان تاني، او تعمل حاجه اسمها وانس ثرو. ايه الوانس ثرو؟ يبقى دي ماسوره طويله جدا، يبقى الرايزر تيوب دي ماسوره طويله جدا متعرضه بقى للفليم، ودخلها بقى تحت الكومبريس ليكويد، بيبتدي يسخن 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 مع اللينز متر ولا 2 متر، يتحول يبقى بيبر بعد 20 متر، بعد كده يتحول سوبر هيت بعد 20 متر كمان، يبقى دي اسمها وانس ثرو. بس ده بيستخدم في الكباسيتي القليله اللي هو الوانس ثرو. في بويلرز شغاله وانس ثرو، في بويلرز شغاله وانس ثرو سوبر هيت بيبر، ده في مجالات البترول وكده. هتلاقي البويلر مثلا 12 طن 20 طن، حاجات صغيره يعني، مش زي ده بيطلع له مثلا يعني قلت 500 كيلو جرام بير سكند في 3.6 يعني كام؟ 1500 طن في الساعه. فهنا الكباسيتيز عاليه. لو عملت وانس ثرو هتلاقي المشروع بقى بتوع مثلا 150 متر، هوديها فين 150 متر دي؟ طيب الوانس ثرو ما ينفعش. فعشان نعمل سوبر هيت لازم اخد الجبل اللي خارج من الدرام دي اوديها حته ثانيه اسمها السوبر هيت. فده عندي جزء ثاني اسمه السوبر هيت بعد الدرام. بالترتيب كده عندي الميه جايه من بره، جايه من في دوتر هيتر، تعدي على حاجه اسمها ايكونومايزر، بعد كده تعدي الايكونومايزر على الـ على الـ على السبريشن درام، تنزل في الرايزر في الداون كامر، تطلع في الرايزر تيوب، يتحول جزء منها بيبر، يخرج على يرجع تاني السبريشن درام، يتفزل البيبر ده يروح خارج مواسير رايح على الايه؟ السوبر هيتر. فالسوبر هيتر ده عندي نوعين، حاجه اسمها كونفكتيف سوبر هيتر، حاجه اسمها راديانت سوبر هيتر. كونفكتيف سوبر هيتر اللي هو مستخبي مش شايف الفريم، اللي هو ورا التيوب وولز. طب بيتعمل ورا التيوب وولز ازاي؟ يعني تعمل ورا التيوب وولز ازاي؟ يبقى عندي ادي الفيلم، ادي البودي بتاع الفرنس، لو حصل البويلر بقى بالشكل ده اهو، وادي البرنر، وادي الدرامبو اهي. هنرسم بقى المواسير، نقول ادي الماسوره اهي ماشيه من هنا كده، بعد كده ماشيه كده، وبعد كده في الداون كامر كده، بعد كده تتجمع الداون كده عادي كده. يبقى الاسود ده الرايزر تيوب، والاسود اللي بره داون كامر. بعدين تبقى الحيطه طالعه كده، بعد كده نازله كده، ده البيلدنج بتاع البويلر. بيبقى مواسير السوبر هيتر بتبقى الناحيه دي، الكونفكت بتبقى الناحيه دي حسب نوعه بقى. يبقى السوبر هيتر عامل كده، ده السوبر هيتر الكونفكت. اما الراديانت بتبقى عامل كده، مواسير الراديانت بتبقى عامله كده، شايفه الفليم. الكونفكتور سوبر هيتر هو مستخبي ورا الوتر وولف، او في باتل هنا حاجزه لو هو هيتحط فوق، يبقى في باتل هنا حيطه مبنيه كده حاجزه عن الايه؟ عن الفليم. يبقى السوبر هيتر نوعين، ده لاب سوبر هيتر وكونفكتور سوبر هيتر. الريادنت سوبر هيتر لما اجي اغير الماس فلو بتاعت، عايز ازود الماس فلو بتاعت البخار، فبعمل ايه الاول؟ يعني ايه السيناريو اللي بعمله عشان ازود الفلو بتاع البخار؟ اروح مزود الفيول والهواء الاول. فلما ازود الفيول الاول تزيد الغازات، فزيد التمبرشر بتاع الغازات قبل ما البخار يزيد، فيحصل ايه؟ ان التمبرشر تزيد مع زياده البخار. فيبقى ده كونفكتو سوبر هيتر تيبيكال ايه؟ الكيرف بتاعه. قبل ما نيجي زاويه كميه البخار مش تزيد، سوبر تمبرشر تزيد. بتزيد ليه؟ بالسيكونس اللي انا قلته. انا عايز اعمل ازود كميه البخار، هعمل ايه الاول؟ ازود الفيول والهواء. احقن فيول والهواء فالغازات تزيد الاول، تمبرشر عايز تزيد الاول قبل البخار ما يزيد، قبل ما يحصل الترانسفير. فالسطح بتاع التيوب من بره يسخن قبل ما البخار يتولد. فيحصل ان التمبرشر بتاع السوبر تزيد
مع زيت البخار. ده الايه؟ ده الكونفكتيف تايب. الكونفكتيف تايب التمبريشر بتاعته بتزيد مع زياده البخار. التمبريشر بتاعت السوبريه بتزيد مع زياده البخار. اما لو احنا الراديانت تايب فده بيحصل منه راديشن من الفريم او من كومباشن جازز للايه؟ للسطح من بره. فلما اجي عايز ازود كميه البخار الفريم تمبريشر ما بيزيدش. ده معتمد على التمبريشر مش معتمد على الماس. فالفريم تمبريشر ما بيزيدش. الفريم تمبريشر نفسها ما بيزيدش. فيجي البخار يزيد يروح مبرد السطح. اقول تاني. عايز ازود البخار البويلر بيطلع لي مثلا 300 كيلو جرام بير سكند. عايز اخليه 350 فاعمل ايه؟ من عند كده لا تبقى 350 لوحدهم لا طبعا. الحجم فيه اول اكتر. تخيل مثلا 300 كيلو جرام بير سكند دول جايين مثلا عند 15 كيلو جرام بير سكند فيول. وقلت فيول ريشيو 25 يبقى الهواء 15 في 25 385 كيلو جرام بير سكند. جيت عايز ازود البخار 10% هزود الفيول 10% الاول وازود الهواء 10% يبقى اكيد محطه مروحه الهواء دي فاريبل سبيد عشان تعمل الكلام ده ما تنفعش كونس سبيد. يبقى المروحه اللي بتحرك الهواء بي اس دي فاريبل سبيد درايف مش كونس سبيد عشان تديني فلو ريت متغير او عندي كنترول بافل بيبتدي ايه بيبتدي يتحكم في كميه الهواء. هي المروحه بتبقى فاريبل سبيد عشان اقدر احافظ في كميه الهواء. طبعا في اول عادي عندي ترومبا بقدر اغير فيها الفلوريد بتاعها عادي ده صوره البند بغيره يعني. فعايز زودت صوره الفيول 10% وزودت 10% بنفس الاكتيفيتي ريشيو زود الفريم زود الامودوت جازز. فالامودوت جازز هتزيد فيحصل الاول التمبريشر على السطح يزيد الاول قبل ما يحصل سوبر هيت. فالتمبريشر على السوبر تزيد مع كميه البخار. اما في الراديانت بيحصل كده بزود كميه الهواء والفيول والغاز لكن التمبريشر ثابته ما بتتغيرش. يبتدي البيبر يزيد يبرد السطح فالتمبريشر بتاع السوبريت تقل. فده الفورس بتاع الاثنين ده الكونفكت السوبريت التمبريشر بتزيد مع كميه البخار الراديانت السوبريت التمبريشر بتنزل مع كميه البخار. فانا عايز اخلي السوبريت التمبريشر واحده اروح عامل ايه؟ اروح حاطط الاثنين مع بعض. تخيل بقى نيوميريكال ان انا عندي الساتوريشن تمبريشر 345 درجه عند 170 بار والسوبريت تمبريشر 530 درجه. فالتسخين من هنا لهنا بيتم على مرحلتين كونفكتيف او راديانت الاول وكونفكتيف. في ديزاين فاليو الاثنين متقسمين بالنص يعني ايه؟ قد بعض يبقى ده يرفع قد ده 350 من 560 يعني كام 210 يعني قول ده يبقى 105 او 102 وده 100 درجه مئويه قد بعض تقريبا. دي زودت كميه البخار ال 100 دي هتنزل تبقى 95 وال 100 دي تطلع 105 او 107 ووصلنا لنفس التمبريشن. مفهوم الميكانيزم؟ يعني مع زيادة كمية البخار ده تنزل بقى التمبريشر بتاعه ينزل بقى 95 بدل 102 وده يعلى 107 بدل 100 خلاص وصلنا لنفس التمبريشر في النهاية. فده من ضمن وسائل الكنترول بتاع التمبريشر بتاع السوبريت ان انا اعمل ايه راديان سوبريتر وكونفكت سوبريتر مع بعض الاثنين بخلي السوبريت على مرحلتين مش بره للبعض انسيريز ورا بعض. يعني البيبر يطلع من الدرام على الريزن سوبريت ويطلع من الريزن سوبريت على الكونفكت سوبريت مش الاثنين بره ينزلوا بعض لا الاثنين سيريز ورا بعض عشان تتحكم في التمبريشر بتاعت السوبريت. ده من اول وسيله من وسائل تحكم السوبريت التمبريشر بتاعت السوبريت انا اعمل ريزن وكونفكت. ده الفرق بين ريزن سوبريت وكونفكت سوبريت. نتكلم عن انواع السوبريترز بقى. السوبريترز التيوب بتاعتها زي ما مذكوره كده في الاخر او في الاول لما بقول لك ان السوبريتر التمبريشر الدرجه بتاع التيوب بايب اوصل درجه من 2 ل 3 بوص يبقى الدرجه بتاع السوبريتر من 2 ل 3 بوص
شكل الاثنين مع بعض وكده. ثلاث انواع من السويتر، حاجه اسمها بندنت اللي هو متعلق، او انفرتد مقلوب، او هوريزونتال. يبقى السوبريت لما ممسوك من فوق اسمه بندنت، لما ممسوك من تحت اسمه ايه؟ انفرتد. لما ممسوك من الجنب اللي هو الهوريزونتال. فاكيد الهوريزونتال ده ما ينفعش، الهوريزونتال ده في البدايه كونفكشن تايب. اكيد الهوريزونتال ده كونفكشن تايب. لكن الراديانت ممكن يبقى انفرتد او بندنت، فبتعلق لمقلوب. يعني لو يبقى ممسوك من فوق والمصير اليوتيوب تحت كده، او ممسوك من تحت واليوتيوب لفوق كده، او ممسوك من جنب اليوتيوب الناحيه دي. يبقى السوبرت لما بندنت متعلق مش كده، لا انفرتد لا هوريزونتال. ايه الفرق بين الثلاثه؟ ان الاستراكشر بتاع البندنت اقوى من الاستراكشر بتاع الانفرتد. الانفرتد عامل زي النخله. لو تخيل الطول ده مثلا 6 متر وعامل النخله كده، ايه الفلو يعمل له كده، ما فيهوش سترينث. لكن ده فيه سترينث، التقل بتاعه مساعده، التقل بتاع المواسير بيخليها سيف. لكن لو المواسير جايه على تحت بقى عامل زي النخله، عمال يعمل كده. فده الريجيد عندها مع تغيير الفلو بتاع الغزال. يبقى البندل ده ريجيد عندها. ده طبعا بيستخدم في الايه؟ في الهوريزونتال. دي نقطة. النقطة الثانية لو اتكلمنا بقى، أنا شغلت المحطة والاتنين دول فيهم بيبر وعملت شوت داون، هيحصل ايه؟ البيبر ده هيتكسر، لما يتكسر هينزل لي تحت هنا، هيبقى واقف مع الوقت، واقف ويعمل لي بلوكج للسقف. لكن ده بقى لو في بيبر هيروح نازل، ولو في بيبر هيروح نازل برضه. كان في الدرينج الاتنين دول أحسن من ده. يعني في الدرينج بتاع البيبر اللي حصل شوت داون، الاتنين دول أحسن من ده. لان دايما البيبر متعلق جواه، او الكونسيلا متعلق جواه. ده شكل المواسير اهي بتاعت اللي هو البوصه، وشكلها فعلا بالشكل ده. متقسمه طبعا بعرض البويلر بقى، شوف البويلر اللي عرضه 40 متر ولا حاجه، بيبقى في مجاميع ورا بعضيها كده بعرض البويلر. نروح للكومبوننت بعد كده اللي هي الايكونومايزر. الايكونومايزر هيستوريكالي كان موجود قبل في نوتر هيتي. يعني الكرومايزر كان موجود في البويلر قبل في نوتر هيتي. ما ينفعش يجيب الميه من بره بارده على ايه؟ على الايفابوريشن سيكشن. ده تعمل سيرم ريزيستنس عاليه جدا. يبقى السطح عندك 350 درجه والميه عند 20، تعمل سيرم ريزيستنس عاليه في الدرام. فلازم يحط حاجه اسمها الكرومايزر الاول. فهيستوريكالي الكرومايزر اتولد في المحطات قبل في نوتر هيتي. في نقطه ليه؟ ده جه مع ريجنريشن، لما تبتدي تطبق ريجنريشن. لكن الكرومايزر موجود من الاول. فالكرومايزر بشكلها كان بيستقبل الميه اللي جايه من الكوندنسر على طول. يبقى الميه جايه من الكوندنسر 40 درجه، يبقى جاي ميه 40 درجه. ف 40 درجه والبريشر مثلا 60 بار والغازات موجوده، تلاقي التمبريشر في السطح دايما بيبقى تحت الديو بوينت بتاعت الغازات. الغازات دي بتبقى بص التمبريشر تحت الديو بوينت. فيبتدي يتكثف موشن على المواسير من بره بتاعت الكولمايزر في الدخول بقى. الدخول الكهرباء بيبقى المواسير سخنه في الدخول. يبتدي يتكثف، يبتدي بقى لما يتكثف ميه على السطح من بره، وكان ده شغال مثلا على كول، شغال على ليكويد فيول، فيبتدي بقى الرماد والقش يبقى لازق في الميه. ما في ميه بتكثف على السطح، الرماد والقش لازق في الميه، يبتدي يحصل بقى السطح نفسه يبقى متغطي. ده من بره. ومن جوه ما فيش هيتر، ما فيش في دوتر هيتر، فالميه كانت بتيجي بعبالها مكندسه على الكرومايزر. الميه متعالجه قبل كده بس طالعه بنسبه املاح مثلا 50 بي بي ام، فمع الوقت يحصل ايفابوريشن والايه؟ والاماكن يبقى جوه، ايفابوريشن والاماكن يبقى جوه لغايه ما يبتدي يتاكل من جوه. فكان الكرومايزر بيعاني يتاكل من جوه من املاح، ويحصل له ايه؟ قش من بره نتيجه ان التمبريشر بتاعت الميه اللي جايه له ميه بارده. اتعالجت المشكله لما حطينا في دوتر هيتر، ابتدينا نسخن الميه بقى بريف دوتر هيتر لغايه فوق ال 200 درجه، فخلاص ما بقاش مشكله الكوندنسيشن. وكمان الميه بقت تتعالج في الدايريتور هيتر، ما بقاش مشكله الميه عندنا. فالغازات اللي جايه من بره كانت بتروح على الكرومايزر يحصل اكسديشن. بقت تتعالج ده في الدايريتور هيتر، خلاص ما بقاش مشكله الغازات. فالاكسجين كمان بتاكل في الموازين من جوه، والوشه بيعمل ترسيب للقش من بره، فكان بيعاني. الكرومايزر كانت بتخرب بسرعه معنى صح. فابتدوا يدرسوا ليه؟ ابتدوا قال لك الميه جايه ميه بارده من بره، والغازات والميه فيها غازات دايبه ما تخلصناش منها. فابتدوا يعني يعالجوا الكلام ده في الفيد ووتر سيركت. يسخن الميه الاول بريئه بتخش الكرومايزر
عشان نمنع مشكله الكوندنسيشن ونفصل الغازات اللي هي مش دايره سابت الميه الدايره الهيتر قبل ما تخش الكوندنسيشن. فبعد ما عملنا كده برضه الكوندنسيشن ما يقدرش يخرج منه الميه ساتوريت الليكويد. ما يقدرش يخرج الميه من الكوندنسيشن ساتوريت الليكويد. عشان ما يحصلش بقى مع الفاريشن بتاع اللود ده بتحصل الفابريشن ده داخل الكوميزر. لو عملنا كده ممكن يحصل الفابريشن داخل الجهاز لو اللود قل. يعني لو دخلنا بارت لود مع الفاريشن بتاع ترانز بتاع اللود يحصل الفابريشن داخل الكوميزر. لو هو مصمم يخرج من الساتوريت الليكويد. ده هيخليه تحت الساتوريشن من 20 ل 25 درجة مئوية. نتكلم عن اللي قلناه بقى في المحاضرات اللي فاتت. كنا بنقول كده ان فرق التمبريشن بين الفابريشن والكوندنسيشن بيتقسم بنسبة 2 ل 1. واحد في الكرومايزر واثنين ايه في الفيلد ووتر هيتر. الكرومايزر ده واحد منه شال منه 20 25 درجه مئويه مش هيخرج ساتوريت ليكويد. فلو قلنا بقى ان الكوندنسيشن تمبريتشر 40 والايفابوريشن 340 يبقى الفرق ده 300 درجه على الثلاثه يعني 100 درجه مئويه. يبقى الهيتر هتشيل 200 والكرومايزر مفيش يشيل 100. لا مش هيشيل 100 هيشيل من 70 من 75 ل 80 بس. وده كله يروح رايح بقى في الجزء الاولاني بتاع الايه؟ طبعا الميه لما تيجي تخش على الفيوتر بيخش على السبريشن درام ويتخلط مع السيركيتد ليكويد مش هيبقى 25 هيبقى الاندر كود كام؟ من 2 ل 3 درجه مئويه او من 3 ل 4 درجه مئويه. هيبقى قريب قوي من الساتوريشن. فالليكوميزر بيطلع لي من 20 ل 25 درجه مئويه. فالليكوميزر زي ما هو كده بنقول بقى بنقول كده ان الليكوميزر تيوبز. طبعا ده كل الكلام اللي قلناه الكوميزر تيوبس من واحد من 2 للربع ل 2 ل 3 للربع بوس اوتر دايمتر. نسينا نقول بقى بالنسبه للسوبر هيتر ان في التمبريشر لغايه 450 درجه مئويه بستخدم بلين كاربون ستيل. لكن فوق ال 450 درجه مئويه بستخدم حاجه اسمها سبيشال الوي ستيل. يعني بلين كاربون ستيل بستخدم لغايه 450 درجه مئويه. عينينا في التمبريشر اللي هو موجود دلوقتي كله بتبقى سبيشال الوي ستيل. يعني مش بلين كاربون ستيل هو السوبر هيتر تيوب ولا الريتر تيوب. طب ليه بيبقى سبيشال الوي ستيل؟ مش هنستعمل اكسبانشن. دكتور هي في عيلة خرجت من الكوميزر سيبريت. ايه؟ في عيلة والله خرجت من الكوميزر سيبريت. ما انا قلت لك هي مشكلة في البارت لود. في البارت لود السطح هيسخن لغاية ما يحصل الفابريشن داخل الكوميزر. وبعد كده يبتدي يزيد اللود يحصل بعد كده كابيتيشن. البابلز دي مكثفه تاني. انا مش عايز احصل الكلام ده داخل الكولمايزر. مش مصمم لكده. الكلام ده في الايفابوريشن سيكشن. لكن اللي جوه داخل الكولمايزر لا مش عايز يحصل الايفابوريشن داخل الكولمايزر. فلازم اخرجه من الكولمايزر كومبريس ليكويد تحت الساتوريشن من 20 ل 25 درجه. مصمم كده. ولما يتخلط بقى الليكويد ده بالليكويد سيركوليتد يبقى اللي داخل بقى التيوبز تحت الساتوريشن من 3 ل 4 درجه مئويه. مش لما يخرج ساتوريشن انا اوفر كده هقول تاني عشان كل ده عشان مشاكل البارت لود. طب ده انرجي بالانس. يعني ايه انرجي بالانس؟ خدت الميه داخله من بره جايه من بره 200 درجه مئويه 240 يبقى عارف ان سطح الميه اللي جايه بره وعارف الستيم السوبريين فعارف الدلتا اتش فالميه قد البخار ام دوت الستيم في دلتا اتش هيديك كل الانرجي. الانرجي وزعتها ازاي بقى؟ كم في المئة هنا بقى الايفابوريشن؟ وكم في المئة بقى كرومايزر؟ وكم في المئة بقى سوبريت؟ هو ده الديزاين. يعني هيبقى كام؟ طب نقول كده لما يكون البريشر 60 بار هتلاقي الجزء بتاع الويت بيبر كبير. يبقى الايفابوريشن سكشن حجمه كبير. لما يبتدي الضغط يعلى ب 160 بار الجزء بتاع الويت بيبر قل فالايفابوريشن سكشن حجمه قل. انت متخيل انا بقول ايه؟ نرسمها كده عشان نشوف احنا بنقول ايه. لو انت تخيل انت عايز سوبريت بريشر واحد والبريشر بتاع الايفابوريشن بيتغير. انا اوصل لسوبريت بريشر واحده للكل. هبتدي ستا جرام اهو. البريشر كان كده. وانا التمبريشر واحده كده يبقى انا هتعلى من هنا لغايه هنا. طب البريشر بقى كده عليك من هنا لغايه هنا. ده لو وصلت البريشر واحده
هتلاقي البرسنتج ده بتاع الورشن سيكشن كبير والسوبرين قليل. لما تقع بالبريشر تلاقي البرسنتج ده قل وده زاد. فده زاد ده اللي خلى السبع اللي فيه اثنين سوبريتر راديانت وكونفكتيف. وده الكلام اللي قلناه في الاول خالص. قلناه في الاول خالص نرجع تاني للرسمه اللي قلناها في الاول خالص عشان نشوف توزيع الميرشن التقريبي داخل الستيم جنريتور. اهو نرجع للرسمه اللي قلناها في الاول اهو كده. هذا الستيم جنريتور الغازات تخرج من الكومباشن نتيجه الترانسفير من 1650 ل 850 تخرج من الاوبريشن سيكشن والجزء 1150 يبقى فقد كم كده التمبريتشر 700 درجه مئويه تقريبا او 650. تخرج من السوبر هيتر 650 وفقدت كام 600 درجه صح كده. خرجت من الكومبريسر 300 وفقدت 350 درجه او 300 درجه. خرجت من الاير هيتر 220 وفقدت 100 درجه او 120 درجه. ده التقريب ده اللود. يبقى لو خدنا اللود كله هتلاقي ايه 50% هنا 45% هنا 35% هنا 15 5 ده التقريب بتاع اللود. ده التقريب بتاع وفي اللي فيه بيظبط كده على كده عايزين نحسب كل واحد بيشيل كام في المية من التوتال هيت. يعني لو قلت الغازات خارجه من هنا ادياباتيك ساتوريشن وانا لازم كده اقول كده مش اقول مثلا انت اسئله كومبشن فالغازات فعلا مش خارجه كده ده خارجه ادياباتيك ساتوريشن. وتخرج من السوبريتر من 2600 ل 1200 يبقى واخد الكام؟ 1400 ده في الاثنين بقى في الايفابوريشن والريدنت سوبريتر. قول 800 و600 بعد كده فقدت في التانيين دول 600 يبقى عندي 600 و600 1200 من 800 يبقى اللود طلع اكبر على السوبريتر والريدنتر اكبر من الايفابوريشن سيكشن. نرجع بقى للجزء اللي كنا فيه. الايكونومايزر تيوب سايز زي ما شفنا كده بيبقى من 2 الى ربع ل 3 الى ربع بوصه ومعمول من مجموعه من المواسير بره اللوب بتوصلها على هيدرز وبنكر بنوصلها عشان تمشي الزواج بتستخدم الايكونومايزر. نتكلم عن الاير بريهيتر. الاير بريهيتر عندي نوعين حاجه اسمها ريكوبريتد اير بريهيتر حاجه اسمها ريجنريتد اير بريهيتر. لما كنا بناخد في تشينجر حاجه اسمها ريكوبريتد تشينجر وريجنريتد. ايه الفرق بين الاثنين؟ ريكوبريتد ريترانسفير بيحصل في نفس اللحظه من الكولد فلويد او من اللوت فلويد للكولد فلويد. بنبدا على طول مباشره. ده ريكوبريتد. الريجنريتد لا بيحصل من الهوت فلويد للستورج ماس بعد كده من الستورج ماس للكولد فلويد. ده فرق بين الاثنين اللي هو بين ريكوبريتيف وريجنريتيف. فالريكوبريتيف ريتكس شنجر هو تيوب عاديه خالص مواسير عاديه بس دي انترنال فيند مش اكسترنال فيند. ما ينفعش اعمل اكسترنال فيند ناحيه الغازات عشان ما تعملش شيرمان ستريس. فكل مواسير السوبر هيتر والري هيتر والايكونومايزر والاير بريهيتر كلها بير تيوب ما هيش اكسترنال فيند عشان الغازات يبقى كل عشان ما يحصلش ديبوزيشن من اي الغازات عشان ما يحصلش المرسيس. فكل مواسير اقول تاني كل مواسير السوبر هيتر والري هيتر والكلمايزر والاير بريهيتر كلها بير تيوب ما عليهاش فيند. ده لو رحت السوبر هيتر دايركت السوبر هيتر هنا وجيت حطيت فن على ده من بره ده ممكن المواسير دي تسيح او يحصل لها ديفليكشن الفنز نفسها تبريدها قليل غير السطح الفنز بعيد عن الليكويد والتمبريشر 1000 درجه فممكن يحصل لها ديفورميشن تروح متنيه قافله عامله لي بلوك للفلو. لا مش عايز انا كده انا عايز تبقى دي بير تيوب. فكل المواسير السوبر هيتر والهيتر والبرمايدر والبير بريدر كلها بير تيوب من بره لكن الاير بريدر الفند تيوب من جوه يعني ناحيه الهواء اللي هو كليم فند تيوب زي ما انت شايف كده في فنز داخليه في ناحيه الهواء. ها
ازود الميكانيزم بس من جوه مش من بره، من بره بيرم جوه في التيوب. يبقى في حاجه بتذكرني كده جوه المواسير عشان تزود لي ايه؟ الترانسفير كوفيشنت بس من جوه. يبقى ده الريكوبريتيف تايم اللي بيحصل فلو في نفس اللحظه، اللي هو ماشي من جوه والجرس ماشي من بره. طب ايه الريجنريتيف تايم؟ بيبقى عندي حاجه اسمها روتري بيت. جسم بيلف. لو قلت ده بالنسبه لي ده كروس سيكشن اهو. سلندريكال بودي بيلف. ده متقسم لسيكتورز سيكتور لسيكتور اهو. 24 سيكتور. في عندي بارتيشن، في سيكتور منهم بارتيشن. فاضي يعني. فبيحصل ايه؟ ان الهواء جاي من نص كل سيكشن ده الاير فوق والجاز تحت. السكشن دي مش فاضيه، مش بودي فاضي، ده مليان كورجيتد ستيل، شيلز كورجيتد. عارفين زي ما تاخدوا كده في كولينج تاور زي الباكنج بتاع كولينج تاور كورجيتد شيل. فمليان كورجيتد شيل، فيحصل ايه؟ يلف يعدي على الغازات الاول، فتنزل الحراره منه للشيل ده يسخن. يسخن تيجي ترانسفير. وبعد كده يروح نافف يروح جاي على الهواء. لو الاتجاه ده كده ففي جزء سكافنشنج هنا. قبل ما يخش على الهواء يخلي جزء من الهواء يخش ياخد الغازات يخرج بره. وبعد كده يروح البود ده سخن داخل على الهواء ويلاقي الحراره من هنا لهنا. فالاثنين دول ما بيتمش مباشره منهم ومن بعض. ده بيتم من الهوت جازز للمش ومن مش للاير. ده اسمه لانجسترونج ايرجريت. ده لانجسترونج ايرجريت بيلف بقى من واحد لثلاثه او من 2 ل 3 ار بي ام. زي ما مذكور قدامك كده بيلف 2 3 ار بي ام. وده بيلف 2 3 ار بي ام وعايز 12 لغايه 24 شير سيكتورز. ده عندي ريدكشن جيل بحيث بيلف بسرعه بطيئه جدا جدا يعني ياخد اللفه في 3 دقائق او في 20 ثانيه. فهي الحراره من الغازات اللي عارفين هو شغال من الحراره من غازات الهواء. فالاثنين دول على السطح مش موجودين في وقت واحد. موجودين في منطقتين مختلفين عن بعض. ده الاير بيتر لانج ستروك. بعد كده ناخد الاستاب. ايه مهمه الاستاب بقى؟ الاستاب مهمتها انها تعمل توصل الغازات دي بره وتعمل لاشر درايفنج بريشر تسحب الغازات من داخل البويلر. اهي ادي الاستاب. وادي البويلر. لو ده ماشي كده والسك في الاخر، السك دي ارتفاع اتش. الغاز هنا سخنه بالنسبه للهواء اللي بره. فيحصل بقى ان لو السايد اعلى من اللون هنا فالغازات تطلع فوق. تطلع فوق. الغاز عندك تطلع فوق. فلو النشر درايفنج بريشر ده بيكفي كل اللوسز اللي موجوده في الطريق يبقى البويلر ده نشر سيركوليت. الغاز ده بيطلع تستقبل الغازات اللي جوه وخارجه بيها. لما دي تطلع كده مش هنسيب سبيس فاضي تروح سايبه الغازات خارجه بيها اللي جوه. لو الكلام ده كان موجود في الحاجات القديمه لما كان عندي فابريشن سيكشن بس وكنوايزر بس. فالبريشر دروب في ناحيه الغازات لا ينفع على نفس السيركوليشن. لما ابتدى نعرف الموضوع بقى عندي كنوايزر سوبر ريدن سوبر هيتر كونفكس سوبر هيتر ريتر كنوايزر ريفر هيتر بقى السكسيف بريشرز ورا بعضيها كبيره. ما ينفعش بقى اي نشر سيركوليشن. فاروح حاطط مروحه هنا عند الخروج تسحب الغازات تطلعها فوق. حط مروحه عند الخروج يبقى البار بتاعتها عاليه على الغازات السخنه البار تبقى عاليه. وبروح حاطط مروحه عند الدخول عشان تدفع لي الهواء جوه الفيرنس. واجيب جوه الفيرنس البرش اتموسفيريك. يبقى المروحه يبقى البرش هنا بوزيتيف وينزل اتموسفيريك هنا بعدين اروح سحباه. فمروحتين عشان اتحكم بكميه الهواء اللي ماشيه لازم يكون في مروحه من الاول. اللي هو الفاريبل سبيد. والمراحة الثانية بتروح سحبها لي غازات من خلال السكشن لازم كلها ورميها على بطن. الاستاك ليها كذا فايدة. مش فايدة واحدة. الاستاك بتنفع في البريشر تنفع حاجة اسمها الدسبرشن. ايه الدسبرشن ده؟ يعني المحطة دي ترمي الغازات دي ممكن فيها سي او.
سي او 2 بس بنسبه عاليه هينزل على المباني اللي حواليها. مش معقوله يعني اكيد المحطه دي لازم يكون الاستاك دي اعلى من اي مبنى موجود في المنطقه اللي حواليها. مش معقوله يكون جنبها تاور كده والناس تبقى قاعده كده المكان طلع عليهم بناتهم قاعدين يتخنوا في البيت قاعدين بقى او تيجي الرياح تغير اتجاهها تبقى شويه شويه هنا اللي ما ينفعش. فلازم السلك يبقى اعلى من اي مبنى موجود حواليها. مش بس كده ده مش بيحصلش ما بيحصلش كده ده الغازات بتطلع نتيجه البروس بتاعت تطلع طالعه فوق بعد كده تيجي الرياح واخداها تعمل حاجه زي البلانم كده ويبقى الكونسنتريشن بتاع الغازات اعلى في النص وزيرو بره. تبتدي بقى دي تفرش بقى مع الوقت مساحتها تكبر. الحته القريبه دي بقى الغازات الكونسنتريشن بتاع الغازات القليله تيجي تكبر مع الوقت بقى مع الريح. يبقى الدنيا اللي يحصل والكونسنتريشن بتبتدي يقل تاثيرها بتبتدي يقل. فانت بتدرس بقى ايه اللي موجود حواليك المباني اللي موجوده حواليك كفيزيكال يعني وبتبتدي تحدد ارتفاع الارتفاع دي قد ايه. الارتفاع طبعا يعني كوست. الارتفاع يعني كوست. انت هتبني مبنى المبنى ده بيبقى كونكريت ومتغلف ب ب ب ب ب فاير بريك كونكريت متغلف يعني ده بيتعمل خرسانه. لو رحت نسيت كرير هتلاقي المدخله دي 120 متر. المدخله كام؟ يعني كام دور؟ 30 دور 120 متر. المدخله 120 متر كل المحطات كده. لو بص على شبرا الخيمه المدخله عاليه جدا لازم يبقى الديسبريشن فوق ما تاثرش على اللي حواليك. يبقى الديسبريشن اللي هو التخلص من الغازات يبقى فوق خالص. الديسبريشن يحصل فوق خالص بعيد عن المباني اللي حواليك. كل ما كان قريب منك مباني كل لازم تطلع عالي على الاقل مره ونص ده في اقرب مبنى مره ونص ده في اقرب مبنى كارتفاع. فالاستاك ليها فايدتين ان بتساعدني في السيركوليشن بتاع الغازات داخل البويلر. لو خليت كل الغازات كده على طول يبقى محتاج على طول فانت بكل الانرجي. لكن وجود الاستاك بيخسر لي شويه من البار بتاعت الفان. بيساعدني في الايه؟ في السيركوليشن. وفي نفس الوقت بيساعدني في الديسبشن. بيساعدني في التخلص من الغازات. فالغازات دي ممكن يكون ده ليكويد في كبريت. فيطلع لك اس او 2 او اس او 3. هيأذي الناس. هيبقى ريحته بالناس بس يعني مهيجه جدا. كبريت انت عارف مهيج جدا يعني. مش ما حدش يقدر يستنشقه يعني. كربون دكسيد برضه هيخنقك بنسبته. فالغاز يبقى لازم تخلص من غازات عاليه جدا اعلى من اي مبنى حواليه عن طريق الاستاد. فالنشر دايركت بريشر عادي زي السيركيشن داخل الكوبريشن سيكشن وبرضه طريق الدنستي في الجي في الاتش. فبناء على طريق الدنستي انت عايز نشر دايركت بريشر قد ايه تحدد الاتش قد ايه؟ ما الاتش تحدد بطريقتين. انت محتاج نشر دايركت بريشر قد ايه؟ ومحتاج لما تيجي تعمل ديسبرشن ارتفاع ما يقلش عن قد ايه عشان نعمل ديسبرشن للغازات. فالديسبرشن بيتم زي ما انت شايف على الاتش افكتيف لو اتش بلس دلتا اتش. ايه دلتا اتش؟ اللي هو ارتفاع قد ايه الريح دي موجوده. كل ما الريح قلت كل ما الغاز طلعت فوق بتطلع فوق اعلى. لو دي مش موجوده مثلا اكيد كل ما حطيت على ساحل البحر عشان تمويل التبريد. لكن لو موجود على نهر النيل فهو الريح مش عاليه فالغازات تطلع ارتفاع اعلى شويه. لكن لو في لو الناس موجوده في البحر المتوسط الريح عاليه هتخليك دي مستوى ينزل دي تقل يتقل شويه. يعني الريح هتزوق اعلى بسرعه ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. كده وقفنا عند الكنترول. الكنترول بقى ان شاء الله ناخده الاسبوع الجاي وناخده سوريا بكره. What is the other one?